أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الطريقة التي أتعامل بها مع بعض أقاربي حيث إنهم من أصحاب البدع؟ انصحهم وادعوهم إلى الله، فإن قبلوا وإلا ابتعد عنهم، لكن لا تقطع الصلة بهم بالدعوة، وإذا احتاجوا تساعدهم حاجة على ما يحتاجون، لعل هذا يكون سببا في هدايتهم إن شاء الله. أما الجلوس والسكنة لا تجلس معهم ولا تسكن معهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.